نرحب بكم بقناة فادية التعليمية للكهرباء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التمديدات الكهربائية المنزلية. رح نبدأ اليوم بناخذ تمرين جديد وسهل جدا، اللي هو تشغيل جرس كهربائي من خلال ضغط الجرس، بالإضافة إلى إنارة مصباح كهربائي من خلال المفتاح المفرد. خلينا نشغله ونشوف الدائرة. هاي شغلنا المصباح الكهربائي من خلال المفتاح المفرد، وهاي ضغطنا على الجرس، ضغطنا على الضغط اشتغل الجرس الكهربائي. بدنا نبدأ بالتوصيل للدائرة. خلينا نشوف أول شيء، بدنا نوصل الخط الحار اللي هو احنا بنمثله بالرسم باللون الأحمر على الرسم هون. الخط الحار احنا متفقين على أساس انه يروح على المفتاح، على الضغط الكهربائي وعلى السويتش اللي هو المفتاح. خلينا نوصل الخط الحار الى كل، راح يتفرع هون، راح يروح يمين وشمال. على الشمال راح يروح على الضغط، ينزل على الضغط من خلال العلبة توصيل، وعلى اليمين راح نمشي على اليمين هون حتى يصل المفتاح. هاي وصل المفتاح. اذا الخط الحار راح ينقسم لقسمين، راح على الجهة اليسار يروح على ضغط الجرس، وعلى اليمين راح يروح وين؟ على المفتاح. خلينا نشوف فرع عملي كيف موجود عندنا عمليا هون. هذا الخط الحار اللي هو الأحمر، فنفحص بالتستر هون. هاي الإضاءة هنا تدل على انه هذا الخط هو الخط الحار. إذا فحصت الخط البارد ما راح يأخذ الخط البارد. جانا نفحص الخط الحار، هذا هو في إضاءة، معناته هذا هو الخط الحار. الخط الحار الأحمر نزل لهون عند هذا التفرع، خلينا نكشفه. هذا الخط الحار. الخط الحار توزع إلى اتجاهين، اتجاه إلى الجهة اليسار عشان يروح على الضغط، هاي موجود هون، وراح تحت الى الضغط، والى اتجاه اليمين، هاي موجود هون عشان ينزل على المفتاح، بنزل لتحت على المفتاح. الان كل من المفتاح والضغط وصلوا خط حار. خلينا نكمل بالرسم. الخط البارد نرسمه بالخط باللون الازرق، المثل على الرسم هون، قرب شوي. هذا هو الخط البارد اللي هو حرف الN، الخط المتعادل، راح نوصله لكلا الجرس والمصباح. اذا بنزل على علبة الوصل، ومن علبة الوصل بتفرع لجهتين، جهة اليمين راح يروح على المصباح الكهربائي فوق، اذا هذا وصل لجهة اليمين الى المصباح، وعلى الجهة اليسار راح يطلع على الجرس. اي حمل كهربائي بنوصله بالدائره لازم يصله خط بارد مباشره من المنبع. اذا هذا الجرس وصله خط بارد، والمصباح الكهربائي وصله خط بارد. خلينا نشوف هذا المثال، خلينا نشوفه على المثال اللي عندنا في الواقع. خلينا نغطي هذا خط الحار، هذا خط البارد فرع من النقطه هاي لجهتين، جهة اليسار طلع على الجرس الكهربائي ظهو باتجاه الجرس الكهربائي، وعلى الجهة اليمين اتفرع وطلع هنا على المصباح الكهربائي لفوق على المصباح الكهربائي. اذا كل حمل من الاحمال الموجودة هنا اللي هو عبارة عن جرس كهربائي ومصباح كهربائي وصلوا خط بارد من الدائرة. بظل في عندنا خطين راجعات، راجع راح يرجع من الجرس عشان يشغل، من الضغط على الجرس عشان يشغل الجرس، واحنا مثلناه باللون الازرق هذا هون. اذا هو خط راجع، خط يتصل بين الضغط والجرس. برضو في عندنا راجع ثاني بالجهة الثانية حتى يتحكم المفتاح بالمصباح الكهربائي، لازم راجع من المفتاح الى المصباح، هذا هو مثلناه احنا باللون الازرق، خط مستمر من المفتاح الى المصباح، وخطية بنسميه هذا الخط خط راجع. الخط الراجع بيحمل تيار
لما يكون لما احنا نضغط الضغط بصل التيار له، ولما نفتح المفتاح بصل التيار للخط الراجعي. خلينا نمثل هذا الحكي باللون الاحمر مثلا، الاحمر متقطع على الصورة. خلينا نشوف الخط الراجع شوي ونقرب على الصورة، وخلينا نركز على الجرس، على ضغط الجرس. ضغط الجرس راح يشغل الجرس اللي فوق، اذا راح يكون في عندنا راجع من هون. خلينا نمثله احنا باللون متقطع، هذا راجع بين واصل بين ضغط الجرس والجرس. هاي الجهة اليسار اكتملت. الجهة اليمين لازم كمان راجع ثاني من المفتاح الى المصباح، وبنمثله كمان بالاحمر متقطع مثلا حتى يصل المصباح. هاي الجهة اكتملت، بكون هيك الدائرة الكهربائية اكتملت، وهي مكونة من جزئين، جزء شمال ضاغط مع جرس، والجزء اليمين مفتاح مع جرس. السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم للمتابعة، ونتمنى أن يكون هذا العمل قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.